يا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محطات نهضة كربلاء فيها محطات بينها الولي بوضع عبارات فكر وتربية وأرقى عبادات فكر وتربية وأرقى عبادات. محطات نهضة كربلاء فيها محطات بينها الولي بوضع عبارات فكر وتربية وأرقى عبادات فكر وتربية وأرقى عبادات. حسين انت فضل اجد العليم لا تندريس انواره شاف الجهل بار الصباح تقول البشر اثاره ابن النبي وطب كربلاء يطرح غرار افكاره. الله يحمي الشريع من كل دنس دم يعل لسواره. متاهات شاف الناس محتار بالمتاهات واد مضيعت نجر رسالات رادي زيل آثم وجهالات رادي زيل آثم وجهالات. محطات نهضت كربلاء بيها محطات بينها الولي بوضع عبارات فكر وتربية وأرقى عبادات فكر وتربية وأرقى عبادات. نزل الأمر دار الصبر ينشر درار معروفة يكشف بعيد كل منحرف حتى العقول تعوفة بين خطر أهل الجهل يفضح نفاق الكوفة. ثورة عظيمة صادقة بين البشر معروفة والعقول رادي حسين تتكامل العقول كل مؤمن يصير بنهجة مسؤول واسباب الفتن بالموعظة تزول واسباب محطات نهضت كربلاء بيها محطات بينها الولي بوضع فكر وتربية وأرقى عبادات فكر وتربية وأرقى عبادات. زين العصر يسأل يقول الكربلاء أسرنا بدرب الحسين بهالنهج بكل صدق وصبرنا ويا الرسول المصطفى نشر العليم قررنا وهل يا ترى بهذا النهج نصون اكيل عمرنا للاصلاح نمشي دوم ونخطط للاصلاح ومن اجل العداله ننبذ ارواح نتحمل أذية ولوم وجراح نتحمل أذية ولوم وجراح. محطات نهضة كربلاء بيها محطات بين الولي بوضع عبارات
الأفكار لازم كل موحد يملك آثار يقضي عالجهالة بعلم وأنوار يقضي عالجهالة بعلم وأنوار محطات لا بكر ولا بيها محطات بينها الولي بوضع عبارات فكر وتربية وألقى عبادات فكر وتربية